أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي ومن الأنعام أزواجا
الرزق لمن يشاء ويقدر. له مقاليد السماوات والأرض. صدق الله العظيم. له مقاليد السماوات والأرض. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه بكل شيء عليم. إنه بكل شيء عليم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بناه. صدق الله العظيم. فاطر السماوات والأرض. جعل لكم كمثله شيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الأنعام أزواجا يفرحكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. صدق الله العظيم. له مقاليد السماوات
يكن رزقا لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس يومئذ
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر صدق الله العظيم.
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل لا تحرك به لسانك لتعجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه
ثم إن علينا بيانا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تقول يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أن والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى
فأولي يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر صدق الله العظيم. Oh,
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين سافلين إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم أليس الله بأحكم الحاكمين
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ أليس الله خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استقل إلى ربك رجع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه
يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أنزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انقذهم برحمتك من ظلمة الموت وضيق اللحود والرافع الذود إلى جناتك جنات الخلود. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الذنبات ارحم اللهم برحمتك فقيدنا. اللهم ارحم فقيدنا. اللهم اسقه فسيح الجنة. اللهم شفع فيه القرآن والصيام وصالح الأعمال. اللهم شفع فيه سيد الأنام. اللهم اجعل قبره نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن أمامه نورا ومن خلفه نورا. اللهم أعظم له نورا وعظم له نورا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اجعل ليلته هذه أسعد ليالي. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. وأسعدنا بتقواك. ومتعنا برؤياك. واجمعنا بنبيك ومصطفاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. أيها المستمع الكريم، والله لقد سبق القائل: زهى النار لما تجلت آية الهدى، وأبدت زهور السعد خد الردى، وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها، يردد أنغاما ولحنا مقلدا، ومست رياض الحسن تيها ونشوة، وصار لسان الحور در منددا، تغرد به رضوان في خير جنة، وجبريل من فوق السماء مرددا، وغنى به على حسن التلاوة بلبل، تعجب منه العندليب فغردا. حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمدا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة، تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السقا، مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف، الحاصل على أولى الجمهورية في لسانس القراءات وعلوم القرآن، والمقيم بمركز ومدينة دلينجان محافظة البحيرة. إدارة الصوت والضوء إدارة الباشمهندس محمد رشوان، المقيم بمركز مدينة شبراخيل. الفراشة الحديثة الكبرى والمعرض الفني ركبت وجهوزا تحت إدارة إشراف أولاد صباح، المقيمين بمركز ومدينة شبراخيل. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.